ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ علي حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط. بعد التحية لك أستاذ علي، إذن افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات القومية اليوم في منطقة شرق القاهرة وأيضا عدد من المطارات وقصر البارون، ولكن أتوقف أولا أمام ذكرى ثورة 30 من يونيو، حيث قال الرئيس أنه هذه الثورة قضت على جميع المحاولات لطمس الهوية المصرية. القوات المسلحة كانت تتابع مطالب الشعب، انحازت للإرادة الوطنية استنادا طبعا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة. كيف رأيت هذه النقطة أولا؟ أولا اليوم في الحقيقة مصر بعثت برسالة إلى العالم أجمع أن شعب مصر العظيم في ذكرى 30 يونيو بيستكمل مسيرة الإنجازات الكبيرة القوية رغم الظروف الصعاب التي برت بها مصر، إلا أن عجلة التنمية تنطلق بصورة كبيرة وغير مسبوقة في الوقت الذي يعاني فيه العالم من آثار فيروس كورونا الذي أثر سلبا على اقتصاد العالم أجمع إلا وعلى معدلات النمو فيها، لأن مصر تتقدم بالفعل في معدلات التنمية وتنطلق قدما، وهو ما شهدناه بالفعل من خلال ما تم استعراضه من إنجازات في مختلف المجالات وأيضا في ضوء ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. أما فيما يتعلق بما أعلنه السيد الرئيس بأن بالفعل ثورة 30 يونيو استطاعت أن تسترد الهوية الوطنية لشعب مصر وأن جيش مصر انحاز إلى شعب مصر، بالفعل هذا ما تحقق بالفعل على أرض مصر، لأن جماعة الإخوان الإرهابية سعت جاهدة لطمس هوية مصر القومية ولم يكن ولاءها لمصر وشعبها، بل كان ولاءها لتركيا وراء ولاءها لجهات أخرى معادية لمصر، فآمرت على الدولة المصرية. شعب مصر أبى أن تظل هذه الجماعة الإرهابية في سدة الحكم، فخرجت مصر كل مصر وحمانا حمى شعب مصر جيشها العظيم، واستطعنا أن نقضي على هذه الجماعة الإرهابية وأن نسترد هوية مصر وأن تنطلق مصر بخطى ثابتة واثقة شهد بها العالم أجمع في تحقيق إنجازات خلال 6 سنوات. قال العالم أجمع في مقدمته الدول المتقدمة والمتحضرة وكذلك المنظمات الدولية المتخصصة والمعنية بأن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الست يربو على ما يمكن أن يتحقق خلال 30 عاما. نعم، وكل هذا يعني يحدث ومصر تحارب الإرهاب كما قال الرئيس، قال إنه خطر الإرهاب هو على رأس ما واجهته الدولة من تحديات خلال السنوات السابقة. بالفعل حينما نتحدث عن الإرهاب علينا أن نتحدث أيضا بكل الثناء والإحترام والإجلال والتقدير عن جيش مصر العظيم وعن شرطة مصر العظيم وعن شعب مصر العظيم الذي كل مواطن على أرض مصر يعتبر نفسه جنديا خلف القوات المسلحة وخلف شرطة مصر في مواجهة ذلك الإرهاب الأسود. ونحن نواجه الإرهاب الأسود نجد جيش مصر العظيم يتقدم ليصبح في المصاف الأولى لجيوش العالم. إحنا النهاردة ترتيبنا التاسع على الجيش المصري وأكبر قوة في منطقة الشرق الأوسط وهو التاسع على مستوى العالم، لكن رغم هذه الشهادة لكن بنقول لا، العالم كله بيشهد أيضا إن الجندي والمقاتل المصري هو الأول على العالم من حيث الكفاءة القتالية، من حيث الشجاعة، من حيث ولائه وانتمائه لتراب هذا الوطن. السيد رئيس الجمهورية يقدر تقديرا كبيرا شهداء مصر العظام، ومن ثم حتى اليوم النهاردة أيضا طالب السيد الرئيس بإطلاق أسماء شهداء مصر العظام من القوات المسلحة والشرطة على المشروعات الكبيرة وفي مقدمتها الكباري التي تم افتتاحها اليوم، بل وأضاف إلى هؤلاء الشهداء العظام أيضا شهداء جيش مصر الأبيض الذين أيضا يقدمون التضحيات في مواجهة فيروس كورونا. أنا بقول النهاردة عيد من أعياد مصر، حيث تم الإعلان عن كم كبير جدا من الإنجازات التنموية التي لها عائدها على مصر وشعب مصر. ونحن نواجه الإرهاب ونحن نواجه فيروس كورونا، مصر لم تتوقف مسيرة التنمية فيها من أجل صالح المواطن المصري ومن أجل أن نكون في مصاف الدول المتقدمة. اقتصادنا ماشي،
ويسير قدما الى الامام، بنحقق معدلات تنميه بدون شك هتكون اقل شويه، لكن اذا كانت معدلات التنميه في العالم كله ايضا بالسالب، لا احنا عندنا معدلات تنميه ايضا حققناها وتتحقق، ومشروعاتنا القوميه كثيره ومتعدده في مختلف اوجه المجالات. شكرا جزيلا لك الاستاذ علي حسن، رئيس مجلس اداره وكاله انباء الشرق الاوسط.